مشاهدينا، للثقافة أهمية كبيرة بحياة الإنسان، لما لها قدرة على إعطائه الإبداع والتفكير وأيضا الابتكار، وأيضا تعتبر صلة وصل متينة ما بين الإنسان ومجتمعه وما بين المجتمعات الأخرى طبعا. فمعرفتك لثقافة مجتمع ما إن كانت بلباس هذا المجتمع وأيضا التراث اللامادي والموسيقى والطعام كلها بتسهل فهم هاي المجتمعات. يسعد أوقاتك منير، يسعدك اليوم. قديش مهم نحن نتعرف على ثقافات ثانية، هذا الشيء بولد عنا فينا نقول توسع بالأفكار، نضج ووعي أيضا باختلاف الثقافات، وجدا على الموضوع مهم لحتى نحن نوسع إدراكنا ونوسع إبداعنا ومهاراتنا أيضا. اليوم فقراتنا عديدة ومتنوعة ومختلفة أيضا، والضيوف أيضا مميزين، ولكن بعد العناوين رح نحكي عن إصابة الضفيرة العضدية وعلاجها، وأيضا عنا وقفة مع افتتاحية الأسبوع الثقافي الإيراني في سوريا، ورح يكون عنا مساحة فنية لنحكي عن الفيلم القصير دعاء، أهدينا. الضفيرة العضدية هي مجموعة من الأعصاب التي تنقل الإشارات من الحب النخاعي إلى الكتف والذراع واليد طبعا، وحال حال باقي أعضاء الجسم، فممكن تتعرض للعديد من الإصابات والضرر. اليوم رح نحكي عن إصابات الضفيرة العضدية، مثل ما ذكرت منير، عن أسبابها وطرق علاجها وكيفية تشخيصها. اليوم كل هاي التفاصيل مع الدكتور تامر الأمير الاختصاصي بالجراحة العصبية. يعطيك العافية دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. تحياتنا لك دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتور، تشرح لنا بشكل علمي ما هي هاي الضفيرة وما هي مهامها والأمور اللي تتعلق فيها بداخل جسم الإنسان؟ لا، الحقيقة الضفيرة العضدية هي شبكة فريدة من نوع من الأعصاب. هلا دائما كنا حتى لما طلاب طبنا نقعد نشرح لهم إياها بدروس التشريح إنه شو هي الضفيرة العضدية، كنا نواجه سؤال متكرر. أنا عم أحكي بهذا الموضوع لحتى نوصل الفكرة إنه ليش إصاباتها بعدين رح نحكي فيها شوية تعقيدات غير إصابات الأعصاب الثانية. هلا الضفيرة العضدية هي شبكة من الأعصاب بتنشأ من النخاع الشوكي الرقبي والصدري العلوي. هلا هي الشبكة من الأعصاب بتنشأ بفروع، هي الفروع بتتشابك لتشكل شيء اسمه جذوع، والجذوع بتتفرع وبترجع هي الفروع بتتشابك لتشكل حبال، والحبال بتتفرع بترجع بتتشابك لتشكل أعصاب المحيطية اللي بنعرفها عصب زندي عصب ناصف. تمام. هل تفرعات كلها وإعادة التشابك بين هاي الفروع إلها شغلتين. أول شيء هي كتير معقدة، نحن وقت بدنا نجي ندرس تشريحها فهي بتلاقيها مثل شبكة الأسلاك الهاتف. حضرتك شرحتها كانت شبهت لنا كجذور شجر وعم ترجع تلتحم ترجع تتفرع، وكل فرع عم يرجع يلتحم مع اللي جنبه ويرجع يتفرع ليعطينا فروع. هلا دائما كنا نواجه هذا السؤال تبع انه طب ليش ما كان فورا اخي الاصبع بتنقل احساسها بعصب واحد للدماغ وبترجع بتاخذ الاوامر العضلي تبعها بعصب واحد، ليش لهذه الاشاره تنتقل من العصب الزندي للحبل الخلفي للجذع العلوي للجذر السابع والثامن والخامس ويطلع على الدماغ؟ لا، الحقيقه هي من مقدرات الله ووحدة من المعجزات الإلهية بالإنسان العديدة طبعا، بس هي المعجزة الإلهية. نحن موضوع الأوامر العصبية وفائدة هالتشابكات هي إنه نحن لما بتحرك مجرد تحريك الإصبع بهالطريقة أنت عم تحرك آلاف العضلات وعم ترخي آلاف العضلات وعم تنقل ملايين المعلومات إنه وين أنت عضلتك بالنسبة للفراغ، وهي شو المفروض يتقلص وبقديش الشدة اللي لازم تتقلص وقديش لازم يرتخي الطرف المقابل بحيث انك تحرك اصبعتك بس هالحركة. فلو كان عصب واحد ينقل فكنا نحن ما رح نقدر نشابك المعلومات وننقلها بنفس اللحظة. هي التشابكات كلها وهي الفروع اللي قلنا هي بتتوضع حقيقة من مدى الرقبة باتجاه تقريبا بعد القبط واعلى العضد، هون بتبلش تاخذ شكلها النهائي بالاعصاب النهائيه. اسباب الاصابه والمسببات اللي ممكن يعني تصيب جسم الانسان بالضفيره العضديه شو هي؟ الحقيقه لك الضفيره العضديه عندها شغلتين كثير مهمات. واحد انه هي محميه بشكل منيح بالعضلات
اللي هي من أكبر العضلات، عضلات الكتف الدالية ومفصل الكتف، فبالتالي هي عميقة ومحمية مانا سطحية، وبالتالي إصاباتها قليلة. أشياء بنفس الوقت هي بمنطقة حساسة حركية، يعني هي كمان بدها تكون مرنة بحيث تعطي مدى الحركة تبع الكتف بكل الاتجاهات. أكثر الإصابات اللي بنلاحظها نحن بالإصابات الضفيرة العضدية هي إصابات الميكانيكية بسبب الحوادث، الرضوض، الطلقات النارية، طعنات السكين. أحيانا كثير نحن بنلاحظها وبتكون واضحة في حال الشد، في حال انخلع الكتف والشد، يعني بتلاقي إنسان مثلا علقت إيده بمكان وانسحب جسمه بمكان، مثل حوادث الموتورات أو حوادث اللي بيسموها نحن عنا هون كتير شائعة عنا بالريف، موتور المي لما بتعلق إيده بآلة وبتسحبها بينما هو بيكون جسمه في مكان، فبالتالي هذا الشد بيؤدي لتمطيط الضفيرة، يعني ما بتنقطع، تمطيط العضلات بيمشي يعني بيعطيه مرونة، بس العصب بيتمطط بينشد لمسافة ممكن يؤدي لأذية شديدة فيه. هي أشياء الإصابات دكتور، يعني ما ممكن نحن في حالة تقطع أعصاب بتصير بهي الحالات، يعني أنت عم تحكينا عن حوادث جدا ممكن تكون كارثية على الجسم، فأنه تمدد هاي الأعصاب وعدم انقطاعها، يعني هل هي تعتبر المشكلة أكبر من أنه ينقطع هذا العصب؟ لا، لك هي مثل أي شيء في الدنيا، أنت إذا بدنا نتخيله عم تمططه، هلا ممكن ينقطع، وحتى لو ما انقطع تشريحيا أو مورفولوجيا أو شكليا، يعني أنت شايفه ما أنه مقطوع، بس هذا التمطيط قد يقلع مكان ارتكازه على النخاع محل ما عم ياخذ الأوامر ويرجع يرسل الأحاسيس، وممكن ما انه ما يكون في انقلاع بس ولكن صار غير وظيفي، مثل اي سلك نحاس كهرباء انت بتشوف شكله كامل بس هو ما عم ينقل كهرباء، بيكون في تقطعات مجهريه جواته. لكن الصعب الاصابه فيها في حاله مثلا رياضه، فينا نقول في حال ممارسه رياضه او ممارسه اي انشطه يوميه حياتيه. احنا مثل ما قلنا خلع الكتف عن مثلا انسان عم يعمل رفع اثقال، في احيانا بصير في خلع كتف بحركات خاطئه ممكن تؤدي لاذيات، بس هي عاده الاذيات بسيطه، نحن عم نحكي على الاذيات الكبرى طبعا، ومثل مثل اي عصب ثاني في الجسم ممكن تنصاب بالتهابات فيروسية كيماوية، ممكن تنصاب بالإصابات العصبية المحيطية المناعية، ممكن يصير في عنا التهاب بالضفيرة العضدية، وكمان الثاني نحن نتعامل معه والأكثر شيء منعالج فيه هي الإصابات بأورام المنطقة اللي بتمر فيها، إصابات أورام الثدي الخبيثة ممكن تعطي عقد لمفاوية ونقائل، ممكن تضغط على النخاع، أو إصابات الرئة أورام بانكوست أو أورام قمة الرئة ممكن يضغط، أول عرض يكون لهذا الورم هو إصابة الضفيرة العضدية، وهي كتير نحن منشوفها. طيب دكتور، إذا اليوم بدنا نحكي عن موضوع العلاج فيما يتعلق بتمدد الأعصاب أو انقطاعها، كيف بتتم هاي الآلية؟ الحقيقة لك هون بدنا نجاوب على سؤالين كتير مهمين، دائما مدى التعقيد والتشابك بهاي الضفيرة العضدية بيجعلها تحدي صعب لأي جراح لحتى يقوم به علاج جراحي. نحن عم نقول انه نحن في عنا فروع عم تجتمع بترجع بتتفرع، وكل فرع عم يعطي فروع صغيره ليجتمع مع فروع ثانيه ليرجع يطلع لياخذ شكل عصب. تمام. وفلسفه جراحه الاعصاب بهذا المنطقه انه نحن وقتنا نوصل، نحن بنوصل الغمد وليس العصب نفسه. احنا ما بنوصل للعصب. يعني دائما المريض بيجي لعندي بيفتكر انه انا مثلا مثل سلك كهرباء مقطوع، انه انا بحط نحاستين وبلحمه على اللاحم انه خلص هيك بصير، لا نحن ما هيك، دائما العصب هو استطاله من خليه عصبيه موجوده، وين موجوده؟ بالنخاع الشوكي. تمام. فنحن هي الاستطاله لما بتنأذى بينأذى المحور الغمد تبعه، ماشي، نحن بنرجع بنوصله والاستطاله نفسها بتتراجع للخليه العصبيه، والخليه العصبيه بحال سلامه جسمها، يعني سلامه المركز، ممكن تعطيني استطاله ثانيه، فانا مهمتي انه مهد الطريق لهالاستطالة يعني ليرجع يمشي فيها ممكن النسيج يعني العصبي، ممكن يكون في نمو بحال سلامة الخلية العصبية، بيكون الأذية بس بالاستطالة. هلا هون القصة انه انا طب شلون بدي، انت عم تحكي على ملايين الخلايا العصبية، شلون بدنا نضمن انه الفرع الثالث من الجهة الوحشية لازم يروح الخلية العصبية تعطيني بحال كان مقطع أكثر من واحد؟ تمام. اللي كانت مصممة تروح بهذا الفرع لتوصل للعصب النهائي ما تدخل بفرع ثاني وتعطيني نتيجة ثانية معقدة يعني بشكل شديد.
من شان هيك اذا نحن فهمنا هاي الفلسفه بنلاقي نحن عندنا كثير محدود فكره انه نقوم باصلاح جراحي للضفيره العضديه. في حال لم يتم الاصلاح هون بنيجي للمرحله الثانيه، في مضاعفات، يعني في خوف على الايد او الكتف، في يعني في خلعه ممكن تنخلع او نخسر ايدنا اليوم. اي اذيه بالضفيره العضديه بيكون عقابيلها انه نحن في عدم حركه بالايد او بالساعد حسب حسب درجه الاصابه وحسب الاعصاب اللي تضررت بضرر اساساتها او الجذور اللي ناشئه منها هي. فبالتالي نحن ممكن يصير عندنا بالاصابات التامه شلل كامل لليد وعدم قدره حتى على رفع الكتف. نحن هون معظم العلاجات تكون علاجات محافظه بانه نحن نعمل علاج فيزيائي نحاول نحافظ على البنية التشريحية للكتف، مثلا إذا في خلع نرجع نرده، إذا في عنا أي إصابة نافذة نقدر نسكرها ونحرر أي شظية موجودة، وبعد منا نبلش علاج فيزيائي لنضمن إنه العضلات موجودة وبلشت تستعيد الاستطالات العصبية طريقة وتمشي بالطريق اللي مرسوم لها. طبعا بدنا نشكر جزيل الشكر الدكتور تامر الأمير وحضرتك أخصائي بالجراحة العصبية، شكرا على هاي المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكر لكم طبعا. يعطيك العافية يا دكتور، وأكيد بنتمنى السلامة للجميع إن شاء الله بإذن الله. ورح نروح مشاهدينا لفاصل صغير وبنرجع منكفي باقي فقراتنا. اليوم بسبب التطور السريع بعالم التكنولوجيا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي شيء أساسي بحياة بعض الناس وأيضا بحياة الأطفال. اليوم الطفل منير بس بده موبايل، صحيح، مسكه موبايل وبيهدى هو، صحيح. يمكن الخطوره اكثر شام طبعاً. انه استقاء المعلومات من هاي المواقع ممكن مفاهيم خاطئه تتشكل عند الطفل خاصه بغياب يمكن الاهل، صحيح، خصوصا اذا الاهل ما كانوا مدركين اللي هو شو عم يتابع او شو عم يحضر. ايضا يعني طبيعي انه تتشكل عنده كثير مفاهيم خاطئه، فلهيك نزلنا وسالنا بشوارع العاصمه دمشق، سالنا الناس عن ابرز المفاهيم الخاطئه اللي ممكن يحصل عليها الطفل من السوشيال ميديا، وهيك كانت الاجابات من تابع سوا. أعطيني ثلاث مفاهيم خاطئة بيحصل عليها الطفل من فيديوهات منصات مواقع التواصل الاجتماعي. تعلم عادات غير عادات المجتمع مثلا، شيء غير اللي يعني العالم متربي عليه مثلا. في شغلات كثير بتسمم على الطفل، مثلا حتى في كرتون على التلفزيون. هلا حسب هو على شو عم يفتح، على شو عم يتفرج، يعني حسب اي موقع عم يفتح. يعني بيحكي كلام الفاظ سوق، يعني انه كلام مو ظابط، او بيحكي كلام بيتعلم مثلا مثل انه تحشيش كذا، هدول الشغلات غير عاداتنا، يعني غير عادات المجتمع الشرقي، غير ديانات، حتى ممكن يعني في شغلات غير ديانات، ممكن حتى بيكون عندهم مثلا افكار الحاديه او هيك، يعني انه بكسبوها للطفل بالمجتمعات الشرقيه. بيسبب ادمان، ايه ادمان على الموبايل، لذلك حتى الكبير بس الصغير اكثر، هاي الناحيه بصير تركيزه اقل، لذلك ممكن ياثر على انه تحصيله الدراسي بيقل. اللعب كله بيختصر هلا صار على الموبايل، وانه شو كل ما جبت ايباد او هيك بيكون هو يعني صار مميز بين رفقاته وكذا، مع انه هو اللعب كان من قبل احلى ويعني افيد للطفل لحتى ينمي كل قدراته. مثلا وقت بيسمع كلمات مو بالعاده هو بيقولها، بس يعني يمكن هو ما بيعرف انه غلط او شيء، بيقوم على لسانه بصير وبصير بيحكيها من غير ما ينتبه. او مثلا احيانا التصرفات الغربيه اللي هي مو موجوده مثلا مجتمعاتنا العربيه. اعطيكي مليون محتوى،
يعني مثلا العنف، مشاهدة العنف، مثلا مشاهدة هدول اللي عم يطلعوا هلا جديد اليوتيوبرية، عم يعلمون شغلات وعادات وتقاليد مش من مجتمعنا ولا بتنطبع على مجتمعنا. في فيديوهات طبعا بتحرض للعنف، قنوات يوتيوب بتعمل للولد غسيل دماغ، بصير حتى يتكلم بنفس لهجتهم، يعمل يقلدهم شغلات خاطئة المفروض الولد ما يعملها. ممكن تغير من تطور عقله، أنا هيك بحس إنه بتعمل تراجع، إنه مفهومه ما بيكون، إنه لا التواصل الاجتماعي إنه تقعدي بينه أطفال يلعب معهم يحكي معهم أحسن ما تخليه على الهاتف ويضل إنه يشوف إنه شيء أكبر من عقله. ضرب والواص والقتل والكذا، وعم يتشردوا الأطفال إحنا بيطلعوا كلهم معنفين وتبع ضرب والله حيهم. عالم التسويق والمبيعات عالم جدا واسع وجدا كبير أيضا، ولا يمكن وضع خطة أو تعريف بسيط لهذا العالم بسبب اختلاف وتنوع آلية وطرق المبيعات والتسويق. صحيح شام، لهيك اليوم رح نعرف كيفية بناء الشخصية الاحترافية بعالم التسويق والمبيعات، وما هي الأسس والمهارات والاستراتيجيات التي يجب اتباعها. اليوم مع خبير التسويق والمبيعات اللي صار معنا داخل الاستوديو الأستاذ أبي اليوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، يسعد أوقاتكم جميعا. أوقاتك يا رب أستاذ أبي. بداية يعني أول ما منقول تسويق ومبيعات، الكل ممكن يفكر أنه هو مجرد بيع وشراء لقطعة ما أو أي منتج معين، ولكن لا، هو أكيد بيختلف تعريفه عن هيك، فكيف منعرفه؟ خلينا نقول بالبداية نحن بحب أطلق، يعني أطلق كلمة عالم المبيعات، نسميها عالم لأنه هو فعلا عالم، أو التسويق، وهن بالمناسبة شيئين يعني مشتركين نقدر نمزج بيناتهم بطريقة كتير لطيفة، وهن حقيقة هيك. بداية حعرف أن المبيعات في كلمة والتسويق بكلمة واحدة. هالكلمة هي بندرج تحتها كتير أمور. الكلمة الأولى للمبيعات أنا حسميها علاقات، فالمبيعات هي علاقات. التسويق هو تشويق، فنحن حنعمل ربط بين العلاقات تشويق والتشويق تشويق. ببساطة نحن إذا في هيك مجموعة أصدقاء مع بعض بيسهروا مع بعض، بيروحوا سيرانة مع بعض، بيتنزهوا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، تلاقي في بيناتهم علاقة طيبة، تمام، في ألفة، رح يضلوا دائما متشوقين، بيقولوا والله اشتقنا لكم يلا خلينا نجتمع. فهي هي ببساطة كلمة المبيعات علاقات والتسويق تشويق. مثل ما تفضلتي يعني الفكرة المهمة إنه البيع ليس فقط إنه أنا بعت واشتريت، فهي علاقة طويلة الأمد، وهذا شيء يعني للأسف كتير نحن يعني في عنا ناس بتجهله، شركات أو يعني أشخاص بقصروا بهذا المفهوم المهم. إذا فهو أعمق من موضوع سلعة تباع وتشترى. تماماً. اليوم شو هي القوانين اللي ممكن يسترد عليها الشخص بهذا المجال؟ يعني حضرتك نوهت هلأ عن فكرة وهي جدا مهمة، موضوع إنه يكون عندك علاقات. تماما. ما هي أيضا القوانين الأخرى اللي ممكن واحد يستند عليها؟ هلا نحن بس نقول البيع، منقول البيع هو علم وفن وإبداع. تمام. إحنا هالثلاث كلمات مترابطة مع بعضها. كيف؟ علم لأنه هو فعلا يستند على قوانين، على استراتيجيات، على مبادئ، في أصول للعمل بهذا أو بهاي المهنة، وهي بالمناسبة هي من المهن الأقدم في العالم والأهم في العالم. اليوم ما في شركة، ما في عمل تجاري، ما في مشروع بيقدر يقوم بدون مبيعات نهائيا. صحيح. والمبيعات هن عمليا ورجال المبيعات هن الواجهة الأهم والأساسية للشركات، وبنفس الوقت بسميهم هو الجندي المجهول لكل شركة. فأنا هالقوانين هي لما يكون عندي علم اتبع هالقوانين هالاستراتيجيات، وهي كثيرة جدا ومهمة جدا، وكل شركة بتاخذ الشيء اللي بيناسبها كاستراتيجية، كقانون، ك يعني قاعدة، مو كل الشركات بتمشي على نفس القواعد والأصول أكيد. فلما أقول أنا علم، طبقنا هذا العلم، صار عنا فن، بس أنا اكتسبت هذا العلم وأخذته وطبقته بشكل جيد، بتفنن فيه، بعدين أبدع في هذا الفن، بصير أنا ببدع كيف بدي أتفنن، كيف بدي أتميز عن غيري، كيف بدي أعمل منافسة في السوق بين الشركات. اليوم أي شخص ممكن يكون بمجال التسويق والمبيعات، بيحتاج لكثير من المهارات، بيحتاج لكثير من المميزات، بيحتاج لدقة في التعامل مع الزبون وغيره أو العكس.
شو أهم المميزات لمن يريد، فينا نقول اللي حابب يشتغل بهذا المجال ويلي شغفه هذا المجال؟ طبعا أنت سألتي سؤال حقيقة الإجابة عنه ممكن تأخذ يوم أو يومين بورش عمل كاملة لحتى أنا أقول له لهذا الشخص اللي أنت رجل مبيعات أو سيدة مبيعات أيا كان، لا يهم، لأنه الاثنين بيقدروا يشتغلوا بهالمجال. في أساسيات يجب أن يمتلكها، في أمور مهمة قبل ما يدخل لهذا العالم لازم تكون موجودة عنده. نبدأ بشخصيته، بناء الشخصية يعني ينقسم لقسمين، البناء المعنوي والبناء المادي. طبعا ما حنفوت بتفاصيل هي كثيرة جدا، لكن في أساسيات عنده يجب أن تكون عنده. بداية الصدق، النزاهة، الأمانة في التعامل. العميل بده إنسان يكون صادق معه، يكون نزيه معه، يكون أمين معه، يعني يبني ثقة معه بشكل كبير، بشكل يعني ما يصير في بيناتهم أي يعني ولا مرة لازم يصير بيناتهم مثلا تخاذل أو تطش كذبة شغلة يعني مثل ما بيقولوا هالكلام لو مرة تمام على كلمة اخسر. نحن في قاعدة دائما بيقول اخسر بيعة واكسب العميل. صحيح. طيب أنا خسرت البيعة لسبب ما قدرت تمامها، طيب ليش أخسر البيعة وأخسر العميل؟ أخسر البيعة خليني أكسب العميل. فهي صفات أساسية من الصفات والمهارات اللي يجب أن يتعلمها. وأنا لما أقول كلمة مهارة، المهارة في إلى دورة، هالدورة للمهارة تبدأ بمعلومة، بكتسب معلومة، متى ما اكتسبت هاي المعلومة بدي نفذها، التنفيذ لازم يكون بشكل دقيق. الخطوة اللي بعدها طبعا ضمن إشراف حدا، نفذت هالمعلومة بكرر بكرر بكرر، هالتكرار هاد بيصير عندي اسمه شيء مهارة متلازمة معي. هي لازم رجل المبيعات يتقنها، كل مهارة بده يتعلم عليها. من المهارات المهمة جدا جدا اليوم الإنصات، وهذا أمر يعني في الغالب نغفل عنه، أنه أنا بدي استمع للعميل، ما بدي أنا أحكي، بدي العميل هو يحكي. والمنصت البارع بالمناسبة هو محاور ذكي. المنصت هو محاور بارع وذكي. ليش؟ لأنه أنا بسمع، بعطي السؤال للعميل، بخليه يحكي يستفيض بهالكلام اللي عم يحكي، بكون أنا عم بفهمه، عم بفهم احتياجاته، عم شكل الصورة، عم ببني الاحتياجات، عم باخذ أفكار بس بهالأنصات هاد. وهي مهارة كبيرة. وبدي لكم شغلة مهمة، أنه الأنصات اليوم هي من المهن. نحن بنقول أنه كن طبيبا أو كن كالطبيب مع العميل. الطبيب اليوم بده يسمع حالة المريض ليعرف يشخص صح ويوصف صح، فإذا هو ما سمع صح فما شخص صح، وبالتالي ما قدر يتواصل مع العميل. أستاذ أبي، فيما يتعلق بالنجاح بهذا المجال، هل هو الموضوع له علاقة بكمية المبيعات اللي بيقوم فيها الشخص، أو هو لا، في أسس ثانية تتعلق بنجاحك بهذا المجال؟ منها العلاقات مثلا، أنه في ناس ممكن تبيع كميات ولكن تخسر العميل ولكن هي عم تجيب مبيعات، وفي أشخاص ثانية ما عندها مبيعات ولكن شكلت شبكة من العلاقات مستقبلا ممكن يتم استثمارها. هون بنرجع لنفس الفكرة اللي قبل شوي قلناها، أنه البيع هو ليس عملية بيع، ليس عملية قصيرة فقط، هو عملية طويلة الأمد. فأنا لما بدي أبني علاقة مع العميل بدها تكون علاقة طويلة الأمد، بدي أكسب ولاء العميل. فإذا صار عملية بيع بسيطة لمرة مرتين عشرة لأسباب أخطأ فيها رجل المبيعات، لا رح تستمر هي، يعني العلاقة هي بدها تنقطع. فأنا لما بدي أبني علاقة، هالعلاقة هي اللي حتعطيني يعني أمد طويل في تعاملي معه، وبالتالي أنا هون عم بكسب العميل. زيادة طبعا يعني البيع هو المهنة الأعلى أجرا في العالم، ما لها سقف. ليش؟ لأنه إذا كان أنا بيع شخصي عم بيع لوحدي أو ضمن شركة، فكل ما بعت فيه هامش أرباح، رجل المبيعات فيه له نسبة، كل ما باع أخذ زيادة، كل ما باع أخذ زيادة. فبالتالي أكيد هو يعني دور الزيادة في المبيعات تماما هو له دور كبير لرجل المبيعات. أنا حاسة كتير حكينا عن موضوع رجل المبيعات ونسينا قسم التسويق تحديدا، واللي هو كمان مهم. هل بسبب فينا نقول التكنولوجيا اللي صارت، أو وجود السوشيال ميديا، وجود العديد من الأشخاص الجرافيك ديزاين أو اللي هن بيتقنوا فن هذا التسويق، وقديش يعني اختلف هو من قبل اليوم، فقديش هو اليوم مهم فينا نقول وضروري نركز فيه؟ وهل رجل المبيعات لازم يكون في عنده في خطة تشويقية، بعيدا مثلا عن الماركتينج اللي فينا نقول هو موجه إعلانيا وإعلاميا؟ طبعا الماركتينج اللي هو التسويق عمل هذا التشويق، خلينا نحكي وصل هالأفكار هاي اللي قام فيها، استلمها منه رجل المبيعات. رجل المبيعات هلأ مهمته يقوم بالدور اللي هو بخصه شخصيا.
احنا دائما بنقول وبننصح انه رجل المبيعات لازم دائما يطور نفسه ويواكب التغييرات ويتطور في تسويق الكتروني. اليوم في سوشيال ميديا في امور كثير حديثه لازم يتابعها اكيد، لكن مهنه البيع هي مهنه قديمه حديثه. يعني ببساطه اليوم في عنا استراتيجيه من الاستراتيجيات المهمه جدا في البيع وإلى دور كبير بالمناسبه، وفي شركات كبيره حتى عالميه قائمه عليها اهملناها شوي، وهي استراتيجيه البيع عن طريق الهاتف. اليوم في شركات كبيره قائمه على البيع عن طريق الهاتف، الى يعني اصولها والى ترتيباتها وكيف بده يحكي، يعني في شغلات طرق كثيره بده يتعلمها. كيف انا بدي استعمل الهاتف؟ معناته انا لا اهمل هي، وبنفس الوقت بدي واكب الامور الحديثه اللي صايره اليوم من تسويق الكتروني او تسويق رقمي او الى اخره. فدائما رجل المبيعات بده يكون شبهه مثل الرياضي، دائما بشكل عام مستمر عم يتدرب عم يتطور، ما بيوقف ابدا. طبعا يعني هو الموضوع استاذ ابي يعني واسع ومتشعب، وممكن ما بيكفينا يعني فقره بانه نحكي عن هذا الموضوع، لذلك يمكن يكون في عندنا مستقبلا ان شاء الله فقرات عديده. بدنا نشكرك جزيل الشكر الاستاذ ابي اليوسف، وحضرتك خبير بالتسويق والمبيعات. شكرا كثير لكم وشكرا لاستضافتكم بهي القناه الكريمه. الله يعافيكم يا رب. مشاهدينا، تطوير العلاقات الثقافية أيضا والأفكار وتوسيع مجال وأفاق ما بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح من الأمور المهمة والمتينة اليوم شام. صحيح، ومن هذا المنطلق منير تحديدا انطلقت أيام الأسبوع الثقافي الإيراني في سوريا، وهو خطوة أولى لعلاقات أمتن بين البلدين. بيخان أسعد باشا تفاصيل كثيرة رح نتابعها بهذا التقرير. في خطوة لتقارب سوريا وإيران ثقافياً، انطلق في خان أسعد باشا الأسبوع الثقافي الإيراني الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية. تضمن حفل الافتتاح فقرة موسيقية إيرانية وأخرى رياضية استعراضية خلقت أجواء من المتعة والقوة. لكل الشعوب الصديقة نتعرف أكثر على قواسمنا المشتركة وعلى ما يربطنا فعلاً ثقافياً وتاريخياً حاضراً ومستقبلاً. أتمنى لهذا الأسبوع كل نجاح، وأتمنى أن ترونا في إيران بأسبوعنا الثقافي البهي السوري قريباً جداً، وأتمنى أن تزداد أواصر التعاون الثقافي فيما بيننا ترابطاً وقوة ومتانة. الأسبوع الثقافي الإيراني سيعرض خلال أسبوع كامل أوجه المنتج الثقافي الإيراني واسع الطيف وغنى محتواه بين فنون السينما والموسيقى والتشكيل والتصوير وتراث مادي ولا مادي، يشهد بعظمته الحضارة الإيرانية عبر أجنحة متعددة ومتوزعة ضمن الخان. الأسبوع الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا هو فرصة مناسبة لتوسيع العلاقات الثقافية بين البلدين ومواجهة كل ما يروج من دعايات غير صحيحة في وسائل الإعلام التي تبث للرأي العام. أهمية الأسبوع الثقافي الإيراني في سوريا تكمن في أهمية الثقافة وأهمية العلاقة بين البلدين. طبعا علاقتنا مع سوريا ليس علاقة عابرة أو علاقة سطحية، علاقتنا متجذرة وعميقة وفي أعلى مستويات، فنحن بحاجة إلى أن نتعرف على بعضنا أكثر ونعرف بعضنا البعض أكثر، ونعرف هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذه المشتركات بيننا إلى الجيل الجديد. التقارب الثقافي السوري الإيراني يظهر الصورة الناصعة للبلدين ومساحة ليلتمس الشعب السوري القواسم المشتركة بينهما. الحرب بتترك وراها كثير من القصص، قصص موجعة، قصص غريبة، قصص قلبت حياة كثير من الناس، ويمكن ما في شخص ما مر ولو أو أثرت فيه الحرب ولو بشكل بسيط بحياته.
صحيح شام، لذلك طبعا الممثلة والمخرجة تاتيانا أبو عسلة سلطت الضوء بفيلم دعاء على هاي القضايا اللي بتكون ما بعد الحروب، القضايا المأساوية اللي ممكن تضرب قلب المجتمع، لذلك رح نحكي أكثر عن تفاصيل هذا العمل وما هي الأمور اللي تناولها مع ضيفتنا اللي صارت معنا داخل الاستوديو الممثلة والمخرجة تاتيانا أبو عسلة. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم. أوقاتك يا رب. بداية يعني إذا نحكي عن فيلم دعاء فمنشوف دائما الأطفال هن الأساسيين فيهم، هن الأبطال بفيلم دعاء، ليش تحديدا؟ بالحقيقة أنا صرت مشتغلة أكثر، هذا ثاني فيلم إلي وكنت مشتغلة مسرحية، أنا دائما بتناول قضايا الأطفال لأنه أنا بحس إنه يعني هني نقطة ضعفي شخصيا وأنا بحس إنه هني مستضعفين، يعني هي الفئة اللي أكثر استضعافا بمجتمعنا يلي ما لهم ذنب أبدا باللي عم يصير. فنحن يعني وصلنا لمرحلة إنه صرنا نشوفهم بالطرقات ونشوف مشاكلهم وعادي ما حدا عم يعمل شيء. فدائما بحاول إنه أرجع فيق هذا الضمير، فيق هذا الحس اللي عنا إنه لا لازم نعمل شيء لأنه هدول خطر بكرة عليهم وعلى المجتمع وعلى البلد، لأنه هدول الأطفال إذا ربيوا بالشارع تخيلوا شو رح يصير بعدين، يعني تخيلوا شو رح يطلعوا وتخيلوا شو يعني هني رح يتكاتروا، ما عم يقول لي هني عم يكتروا وعم يضلوا يتكاتروا. ف وما لهم ذنب بالحقيقة، يعني الطفل بيخلق صفحة فاضية شو بتشربه بيطلع. فنحن يعني هذا الموضوع كتير خطير وكتير ظالم ومؤلم لهيك براءة وطفولة ولازم نعمل. يمكن ما بعد الحروب دائما المرأة والأطفال هنون أكثر العناصر اللي بيتم يعني استهدافها بالحرب وممكن تتضرر أكثر من غيرها. اليوم الأطفال يعني مثل ما حكيت اليوم للأسف بشوارع أنا ممكن نشوفه بحدائق العامة على إشارات المرور وبالشوارع العديد من الأطفال اللي فيه نقول هي حالة من التسول أو حالة من الإهمال وحتى في حالة من استغلال أيضاً الطفولة بما يتعلق ما بعد الحروب. للأسف هلا نحن حالات تسول عم تزيد بكثير وحالات الناس يعني حتى الأطفال والناس مو بس أطفال صح. صار في عائلات عم تنام بالطريق وهذا الشيء كثير مؤذي للجميع، لإلنا لإلهم، يعني مانو شيء صحي أبدا وعن جد مؤلم. أنا يعني أنا ما زلت لما بمشي بالطريق وبشوفهم هدول الأولاد بيجعني قلبي، وللحقيقة ما عم بعرف شو بدي أعمل لأنه هي مانو الحل عند شخص، هو الحل عند مجتمع بيأكمله ويعني حتى عن جهات رسمية. فلازم يعني لازم شوي نرجع نفعل أكثر هذا الموضوع. تعرضتي لموقف معين أو أي حدث معين صار معك أنت نتج عنه دعاء؟ نتج عنه فيلم دعاء. دعاء هي بنت حقيقية، يعني هي قصتها قصة حقيقية، هي طفلة بالحقيقة كانت تتسول بساروجة. أنا كنت عايشة بالبلاد وإجيت، فلما كنت يعني كان هذا الحكي بأول 2015 أخذوني رفقاتي على ساروجة، كنا قاعدين بأحد المقاهي وشفت هالبنت فاتت، واللي كتير لفت لي نظري إنه هالبنت كتير حدا مهذب، كتير بنت ظريفة وبتاخذ منك بس 25 ليره كانت ما بترضى، يعني اذا بتعطيها 50 ترجع لك 25. ودائما كانت تسالنا على المدرسه انه امتى بدها تفتح المدرسه، انه انا بدي ارجع اجرب فوت على المدرسه. هاي البنت ابوها كان حارمها من المدرسه، يضربها، ينيمها بالطريق، يخليها تشحد لتجيب له، وممنوع تفوت على البيت اخر النهار الا بايدها 2000 ليره، ياخذ المصاري وللاسف كان يشرب فيهم ويعني يستغلهم لملذاته هو. فكانت حالتها كثير غريبه لدرجه يعني هي كانت محبوبه لدرجه انه هي الوحيده يعني كانوا يسمحوا لها تفوت على المقاهي، اصحاب المقاهي، لانه ما كان ضايق حدا يعني نوع تتسول لانه ما قدروا يساعدوها غير انه يخلوها تشتغل شغله. 2015 لهلا القصه لسه ببالك ومأثره فيك؟ أسرة لانه انا بالحقيقه كنت يمكن قادره ماديا ساوي شيء، بس انا ما كنت عندي درايه انه كيف بقدر ساعدها او شو الطريقه القانونيه. وصار معي ظرف وسافرت ورجعت بعد فتره وما لقيتها مختفيه، وسالت عنها وقالوا لي انها اختفت، ما حدا بيعرف عنها شيء. فضلت ببالي وسالت حالي سؤال انه انا لو حاولت ساعدها لهي البنت شو كان ممكن يصير معي، او شو الاحداث اللي كانت ممكن تصير، شو كنت رح واجه، وهل كنت رح اقدر ساعدها ولا لا. ومن هون تولدت فكره الفيلم. يعني انا حسيت بالذنب بالحقيقه وحسيت انه لازم ساوي شيء، فضل الفيلم ببالي لحتى قدرت احققه. بس يعني اللي بدي اقوله انه دائما في امل. يعني انا نحن الحلو انه صورنا بنفس المكان اللي كانت هي تتواجد فيه،
لما شافونا عم نصور اصحاب المقاهي عرفوا القصه وقالوا لي انه هي دعاء اللي كانت تتسول كذا، قلت لهم ايه هي قصتها. فرجعت سالت انه كان يعني اسمه عمو ابو محمد هو صاحب مقهى، قلت له عمو شو صار فيها للبنت يعني ما عاد حدا عرف عنها شيء؟ قال لي عمو اختفت فجاه وضلت فتره ما نعرف عنها شيء، صرنا نسال عرفنا انه في عائله ما بتنجب اولاد، هي من برا البلاد، تعاطفوا معها وحبوها وتبنوها بالحقيقه وساووا الامر مع الاب. للاسف الاب تنازل عنا لقاء مبلغ مالي وساووا وراءه واخذوها. فانا حسيت انه يعني هيك الله بعت لي هديه، انه الحمد لله هي البنت كان مصيرها جيد. يعني يتعلق بالسينما يعني دائما خاصه بالفتره الاخيره هي عم تترك اثر بنفوس المشاهد يعني او المشاهدين اكثر من الواقع. ممكن نشوفي حدا ما بيبكي مثلا على كوارث واقعيه عم بتصير، كانت زلازل اي شيء، ممكن نشوفي شخص تنزل دمعته على فيلم مثلا او حاله، يعني ممكن تاثيره اكبر بكثير. اليوم حضرتك عملتي فيلم دعاء سلطي الضوء على هي الحالات، هل بهذا الفيلم كان في بعض الحلول مثلا لهي الحالات او لا؟ نحن سلطنا الضوء على هذا الموضوع. هلا اول شيء بدي اقول لك على موضوع التاثير، انه هو نحن محتالين بالحقيقه شوي بالفن، نحن بنضيف امور فنيه بتصير بتاثر اكثر يعني على مدى على مستوى الصوره والاحساس، مشان هيك شوي المشاهد بيصدق وبيعيش الحاله اكثر. هلا كان كنت عم تسالني تسليط الضوء على هي الحاله، عفوا انت سلطتي الضوء على هي الحاله، ولكن انا كان بدي اعرف انه هل يكفي انه نسلط الضوء على حاله مجتمعيه ولا لازم يكون في حلول ايضا بالفيلم؟ فالفيلم احتوى على هي الحلول. ليك الموضوع شائك، يعني انا فتحت طرحت اسئله اكثر من حلول. هلا هي انا بخلي حدا يساعدها بالفيلم بالاخير ومنساعدها، ولكن لما ساعدتها كمان طرحت اسئله انه هل فعلا انا ساعدتها صح ولا يعني نحن وصلنا لمرحله انه حبسنا ابوها للبنت، بس البنت ما كان بدها ابوها ينحبس، يعني طب هذا انساني ولا لا؟ نحن تصرفنا صح ولا لا؟ وفرجيت بعض العقبات الرسميه اللي مرقت فيها او القانونيه اللي مرقت فيها هي الامراه اللي بتساعدها، انه هي بالاول تصرفت غلط، منقلب الموضوع ضدها. يعني حتى بالحقيقه بالواقع اجوا اصحاب المقاهي ساعدوها للبنت يحكوا مع ابوها، ام ابوها جاب لهم الشرطه، اتهمهم بانه عم يتحرش وبيقاصر وهيك، وهذا بحقه هو مع انه هو المذنب يعني. بس هني كان بعدين تصرفت صح، انه كان المفروض تعرف كيف تتعاطى قانونيا، انه هي كان لازم تعمل بلاغ يعني على الاقل تحمي حالها ببلاغ انه في هيك حاله كذا كذا كذا، بتحمي حالها قانونيا وبينسمح لها انها تساعد او بيلاقوا طريقه قانونيه. بس كمان يعني المشكلة إنه دائما في صراع بين القانون والإنسانية، يعني دائما نحن بنسأل حالنا إنه إنساني هذا اللي عم يعني أوكي عم نساعد وعم نمشي قانونيا وصح، بس إنساني ولا مانو إنساني؟ طيب عم نشوف مبرراته لهذا الأب ليش وصل لهون، ولا هو اصلا خلص سيء وخلص حكمنا عليه، ولا عنده تاريخ شخصية وصلته لهون؟ يعني فأنا فتحت هي الأسئلة، وبالحقيقة مو شغلتي حط حلول، يعني مو أنا اللي بقول شو الحل، بس أنا المفروض الحل يطلع مننا كلنا. يعني أنا بطرح هاي الأسئلة بوعي المشاهد أنه عنا هالحالة وهالحالة وهالحالة. برأيك يعني رسائل السينما اليوم خصوصي بهي الحالات الاجتماعية الحساسة فينا نقول عم توصل للناس، عم بتكون قريبة منهم؟ والله لك للأسف كونها حقيقية، يعني كمان هي بالمقابل يعني حقيقية نوعا. يعني هلأ نحن ما نطرحه بالفيلم أنا أو غيري كمخرجين هو بيأثر، حتماً بيأثر، لأنه عم نشتغل بإحساس كتير عالي وتبني عالي بالحقيقة. بس المشكلة بطريقة الوصول إلى الناس، يعني نحن ما عاد عنا هذا الشغف تجاه السينما، يعني الناس ما عم تروح تحضر سينما، الأفلام ما عم تنعرض بأماكن توصل لكل الناس، عم تنعرض بمهرجانات بس مثلاً. فما عنا سوق سينمائي إنه نقدر نوصل لكل العالم، والعالم ما عاد إجت واهتمت. فقدي عم يوصل للشريحة اللي أنا مستهدفتها اللي عن جد بدي يوصل لها؟ بالحقيقة أنا ما بعرف وما بعتقد. يعني ممكن إذا بنشتغل على موضوع ترويج للفيلم، وخاصة هلا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، نحن بزمن يمكن الناس خف مشاهدة للسينما والتلفزيون، فصار التحول للوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، فممكن نشتغل على ترويج هذا الفيلم بهي الأمور. تشتغل عليه بس ضمن شروط، يعني نحن كمان إنتاجيا عنا شروط معينة، ما فيني أنا أنشر الفيلم أمتى ما بدي وين ما بدي، يعني كمان أنا يعني موقع عقد مع مؤسسة السينما، هني كمان بدهم يتصرفوا بهذا الموضوع. ثانيا احنا شوي نتحفظ على الفيلم لفتره شوي طويله، يعني مو قبل سنه سنتين او قبل سنتين من نعلن يعني من ننشره، لانه
نحن منشارك فيه بمهرجانات وما بيصير ننشر قبل ما نخلص مشاركات يعني. فكمان شوي هذا الموضوع لأنه نحن ما بنشتغل سينما تجارية، عرفت شو قصدي؟ نحن بنشتغل سينما توعوية ثقافية، فنحن يعني بتكون المهرجانات هي استهدافنا، فشوي الأمر هيك مع نشكرك يعني. تاتيانا يعطيك العافية وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح. ميرسي لكم، شكرا كثير على استضافتكم. طبعا مشاهدينا خليكم معنا، فاصل صغير وبنرجع لنكفي ما تبقى من برنامج دامسكو لليوم. الموسيقى هي غذاء الروح والفكر والعقل، وهي شيء مشترك بين جميع البلدان رغم اختلاف كل الثقافات. صحيح، وايضا اهميه الموسيقى شام هي انه بتربط الثقافات ما بين بعض البعض، لذلك اقيمت بدار الاوبرا بدمشق امسيه موسيقيه بعنوان العالم بلغه الساز، والساز طبعا هي اله وتريه وايضا موجوده بمختلف الثقافات. رح نتابع كيف كانت اجواء هذه الامسيه مع بعض بالتقرير التالي. العالم بلغة الساز أمسي يحول الدار الأوبرا لمسرح جمع العالم عبر المقطوعات الموسيقية الفريدة يلي قدمها هوشانغ حبش مع فرقته الموسيقية كأول أمسي خاصة فيه. هاي الأمسي كانت بتحكي عن الإضاءة على آلة الساز بكافة ألوان موسيقية عديدة، كافة المحافل الموسيقية ودورها بإتقان العديد من يعني أنواع من الموسيقى العالمية، يعني مما فيها الكلاسيكي الشرقي الطربي الهندي اللاتين جاز الغربي يعني الكردي ومؤلفات لألي كان فيه. سبع عازفين قدموا 10 مقطوعات موسيقية متنوعة ما بين الشرقية والغربية، شملت فلكلورات مختلفة وموسيقى إسبانية وهندية، شكلت هارموني فني ساحر. هاي الحفلة اجت تحفيز لنا، يعني نحن ما صرنا انه الفكرة يعني ما صار لها شهر تقريبا انه عم نقول انه نحن خلص هالكم شخص يعني بنحب بعضنا وفي انسجام بيناتنا، فانه يعني هالكم شخص لازم نكون سوا. تجربة كثير حلوة، استفدت كثير من الشغل، كان كثير صعب بس انه كثير في استفادة. أول مرة آلة الساز تتقدم بهي الطريقة، طريقة كثير مميزة، إعادة توزيع للسيدة أم كلثوم، إعادة توزيع لمقطوعات جاز، لمقطوعات تركية، مقطوعات عربية. عم نشتغل كثير بحب، يعني عم يكون في ألفة بين بعض، هذا أهم شيء وأول شيء يعني عم يصير. وثاني شيء في خبرة من كل حدا عم نكتسب، كل واحد يعني معلم على آلته. على أنغام هالأمسية سافر الجمهور بحواسه لأماكن بعيدة، وتفاعلهم كان واضح مع الموسيقى من بداية الأمسية حتى نهايتها. الحقيقة أمسية كثير مميزة وكثير حلوة، وآلة الساز هي آلة أقرب للبزوق، يعني الحقيقة عزف رائع وموسيقى رائعة، لأنه في مقطوعات من تأليفه وفي مقطوعات من مختلفة من العالم، جماعة من عدة دول، من عدة بلدان، من عدة أنماط موسيقية. الموسيقى يعني أخذتنا العالم خيال لواقع جديد، يعني أول شيء نسيتنا الواقع اللي احنا عايشينه فيه. أكثر من رائع، نحن بنعرفه من زمان لأبو عارف طبيب عندنا بالمشفى ومتعودين على عزفه، بقى رائع جدا ما فيني أحكي أكثر منه. كثير رائعة، ونحن هوشانغ زميلنا بالمشفى وكثير بنفتخر لما بيكون عنده هيك إحساس يعني. أوتار الساز عزفت في دار الأوبرا وخلقت حالة عميقة من الصفاء الذهني، ورسخت الألحان الموسيقية بكل عذوبة وأضافت البهجة على كل من حضر.
ولهون مشاهدينا بتكون خلصت معكم ساعة دامسكو، على أمل يا رب بقدرنا نعطيكم الفائدة والمتعة من خلال حديثنا بالفقرات المتنوعة اللي عم نطرحها كل يوم. صحيح شام، وما تنسوا أبدا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وأيضا تويتر وأيضا على موقع القناة الرسمي على الإنترنت. لقانا بجدد بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء.